محمد فاضل مال عينين، رجل أعمال صحراوي، جئت لهذه الورشة لأرى كيف أسهم هذا القطاع الخاص في إدماج العدد الأكثر من الساكنة في الرباط، ولأستفيد من هذه التجربة ونقلها لهذا للأقاليم الصحراوية، لأن التنمية المستدامة تتطلب إدماج أكبر عدد من السكان، وهذا العدد ليس باستطاعة الدولة أي دولة في العالم إدماج هذا الكم، والقطاع الخاص هو الكفيل بهذا الإدماج. جئت هنا لأخذ هذه التجربة من جهة الرباط سلالة قناطرة، وكان يوما تشاوريا وطنيا بامتياز، ونرجو الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله. محمد بوحيوي، رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة بجهة الرباط سلالة القنيطرة. الحضور ديالي اليوم في المناظرة الجهوية حول التنمية المستدامة، التدخل ديالنا اليوم كان عبر ثلاثة ديال النقاط. النقطة الأولى هو أن طلبنا بالتسريع ديال الربط الشبكة المائية بالجهة كل إقليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، الخميسات، القنيطرة، بتغيير طريقة السقي بالسواقي بالطريقة التقليدية إلى الطريقة العصرية، الربط الفردي لكل الفلاحين. النقطة الثانية هو كان تدخل بتسريع إحداث القطب الفلاحي اللي محتاجه الجهة إسوة بجميع الجهات على الصعيد الوطني. والنقطة الثالثة كانت في الاستثمار فيما يخص الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية. فيما يخص الاستعدادات الصيام الملتقى الدولي لمكناس، فالاستعدادات جارية على قدم وساق بما يخص الغرفة الفلاحية، تنسيق ما بين الغرفة الفلاحية وجهة الرباط سلالة القنيطرة، وكذلك المديرية الجهوية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي. وإن شاء الله هذه السنة غيكون واحد تمثيل اللي غيكون جد جد مشرف، وكاين شي جديد إن شاء الله بحول الله. نادية التهامي، نائبة برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية. اليوم حضرنا لهذه المناظرة الجهوية للتنمية حول التنمية المستدامة، وكان هناك يعني في الورشة اللي حضرت لها اللي كتتعلق بتثمين الموارد الطبيعية، كانت هناك نقاش حول مؤهلات طبيعية للجهة، جهة الرباط سلالة القنيطرة، وكيف أننا يمكن أننا يعني نحافظ على هذه المؤهلات وعلى هذه الثروات الطبيعية اللي هي المياه والغابات والمحميات والتربة والساحل إلى آخره. فعلا كان هناك نقاش وكان هناك اقتراحات وكذلك بدائل، منها أولا أننا خصنا تفعيل الترسانة القانونية الكثيرة اللي كتتم وكتعنى بهذا المسألة البيئية ومسألة الموارد الطبيعية، وكذلك كان هناك الاستثمار في العنصر البشري لأنه خص الإدماج ديال العنصر البشري فيما يخص هذه التنمية المستدامة، كذلك الاستثمار في يعني في الطاقات المتجددة. وكان من بين الاقتراحات والمخرجات هو دور الجمعيات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني في التحسيس والتوعية فيما يخص كذلك يعني التنمية المستدامة، بالإضافة إلى يعني مجموعة من يعني الاقتراحات اللي تفضلوا سواء أعضاء يعني منظمات أو جمعيات المجتمع المدني وكذلك برلمانيين اللي قدموها للورشة في إطار أن تفعيل يعني أو لا في إطار أن تخاد هذه التوصيات في إطار مشاريع قوانين أو مقترحات قوانين. محمد شرور، نائب برلماني عن إقليم الخميسات. أولا اليوم كان لقاء حول مراجعة استراتيجية الوطنية حول التنمية المستدامة، وتنظن بأنه كانت مناسبة باش نوقفوا على الإنجازات اللي داروا وأيضا على اختلالات اللي عرفتها هذه الحصة هذه، لأن القانون اليوم تفرض باش نراجعوا هذه الاستراتيجية. ولكن أنا تنظن بأنه الاستراتيجية خصها تراجع بواحد الطريقة مغايرة لما كان عليه الأمر سابقا، وهو
كما قلت الاعتماد أكثر على التواصل وعلى التحسيس، ولكن أيضا النزول إلى الميدان، وهذا الشيء كيتطلب يعني خبراء ديال القطاع ديال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تيطلب يعني انخراط كامل ديال المنتخبين ديال المجالس المنتخبة ديال المجتمع المدني. ربما تنقول بأنه اليوم خص تكون عندنا واحد الثقافة وواحد السلوك في التطبيق ديال الممارسات الفضلة في المجال ديال حماية البيئة. وأيضا اليوم كيخصنا استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار واحد المعطى جديد اللي هو التغيرات المناخية اللي بلادنا والتي يعني ضحية ديال يعني السلبيات اللي كتطلقها الدول المصنعة عبر العالم، الدول المتقدمة، هادشي كله تيخلي أنه نحن مطالبين أكثر باش التفعيل ديال واحد العدد ديال المقتضيات على الميدان وعلى أرض الواقع. سيد الرئيس اسمحتي، وصلتنا أصداء من المنطقة اللي تم تتنوبوا عليها في قبة البرلمان بأن كاين واحد التغيير، واحد 70% من المشاريع التنموية اللي كاين، واش نقدر نقول أنا كاين واحد التغيير في المشاريع التنموية في المنطقة اللي نتوما نائبين عليها في قبة البرلمان، واش نقدر نقول أنا الرئيس ضرب عصفورين بحجر واحد؟ احنا اولا رئيس المجلس هذا عنده من بين الاولويات ديالو هو يعني جعل المنطقه ديالو عندها جاذبيه، خلق يعني الشروط والمناخ اللازمين من اجل يعني استقطاب مستثمرين. ولكن ما حد كدير هذا الشيء كيخصك هاد التوجهات ديال التنميه المستدامه تيخصها تدخل في صلب الاهتمام ديال 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 الاستثمارات اللي كتقوم بها الجماعه وديال المشاريع اللي كدير الجماعه. سيده فرح بقرطاشه، مديره الدراسات والتخطيط والرصد بوزاره الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه. كما شفتوا اليوم كان كيتم تنظيم المناظرة الجهوية لجهة الرباط سلا قنيطرة، وفي هذه المناظرة عندنا ثلاثة ديال الورشات اللي هما كيتنظموا بالتوازي. عندنا الورشة الأولى حول الموارد الطبيعية محمية ومثمنة، والورشة الثانية كتخص الاقتصاد التنافسي والمجالات الترابية والاستدامة، الورشة الثالثة كتخص الخدمات العمومية والثقافة. في كل ورشة كيأطروها خبراء اللي هما في المجال ديال عندهم خبرة كبيرة في كل مجال، وكذلك كيأطروها مسؤولين من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وبعد هذا في كل ورشة كاينين توصيات ومخرجات ديال هاد الورشه اللي غيتم تقديمها في الجلسه الختاميه اللي غادي تكون في هاد العشيه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.